مناير، طاقة اسمك رقم 4، طبعه مائي. السورة القرآنية المناسبة لك هي سورة المزمل. أنت إنسانة تتميزين بطيبة القلب، كريمة وحساسة، شديدة الكرم والسخاء، جدية ومنظمة وبارعة في عملك، محبة للتواصل، تهتمين بمشاكل الآخرين، عاطفية ولطيفة، ذات طموحات عالية، ذات رأي صائب وحكيم، حلالة مشاكل، لكنك تتصرفين أحياناً بعصبية. تحملين 3 عناصر في اسمك، عنصر النار وعنصر التراب وعنصر الماء. تتحملين 2 مسؤوليات صعبة وتواجهين ظروف عصيبة وشاقة، وتتعرضين للعديد من العكوسات والنحوسات في حياتك العملية والزوجية، ولا يخدمك الحظ في كثير من الأمور، رغم أنك إنسانة عملية ومثابرة وملتزمة وكلمتك مسموعة، لكن الطاقات الإيجابية لا تصلك إلا بصعوبة. تواجهين 2 فراقات صعبة وتتعرضين للاستغلال من أقرب الناس إليك. تملكين 1 حرف المال في اسمك، وإن شاء الله بعملك وجدك واجتهادك تحققين كل ما ترغبين فيه. والله أعلم، والله الموفق.